عشاني؟ امال عشان امي؟ مرسي مرسي يا عيني، دافع فيه دم قلبي. كمان جايب لي ورد. طب مش كنت تجيب لي كرسي دي كي نشفني شوية؟ ولا انت خايف عليا انشف عليك؟ تنشف ايه بس يا جميل، والله مهما تاخد ديكة ولا غير ديكة هتفضلي فرحة حياتي، فرحة قلبي. يا حبيبي كلامك حلو قوي، انا فرحانة قوي ان احنا اول مرة هنخرج مع بعض. لا لا مش عايز ضلال، مش اول مرة حضرتك، دي تاني مرة. انت ناسي خروجة الفالنتاين؟ فالنتاين ايه؟ احنا رحنا ضمننا تيمون وبومبا في الاسم، دي تبقى خروجة؟ مش كان في نافورة قدام الاسم وكاميرات المراقبة صورتنا؟ في احلى من كده خروجة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي هيجي لنا الساعة دي؟ سيبك اللي يجي لنا، ده بيرن الجرس ولا بيجربه؟ يا عم عيد، يا عم عيد، انا عبد الرحمن ابن سلوي. يا نهار اسود، تعالي بسرعة. ايه في ايه؟ بيقولك عبد الرحمن ابن سلوي. مين عبد الرحمن ابن سلوي؟ بقولك ايه؟ لا ينفع حد مننا يخرج ولا يدخل لغاية ما الواد ده يغور. لا بقولك ايه يا عيد، انا طول النهار بجهز في الطقم عشان نخرج، لازم اخرج النهارده. انا عنيا الاتنين ليكي، ده انا اخرجك خروجه اصرف فيها 180 جنيه بس عشان خاطري الواد ده يمشي. هو هنفتح له هيقول كلمتين كده وهيمشي على طول. مين ده اللي يقول له كلمتين ويمشي؟ انت ما تعرفيش عنه حاجه. الواد ده وقت فرحه ومايما استلم وداني وفتح موضوع، اتجوزت أميمة، حبلت أميمة، ولدت أميمة، اتطلقت، رجعت من الطلاق والموضوع مخلص، وفي الاخر يقول لي ايه؟ انا شكلي طولت عليك، نبقى نكمل بعدين. يعني ايه يا عيد؟ يعني مفيش حد هيخرج يعني ولا يدخل في البيت ده طول ما الواد ده واقف على الباب. ما خرج ولا ايه؟ يا اولاد يلا عشان نلحق الكاميرا. يلا في ايه؟ في ايه يا بابا؟ مين اللي بيرن الجرس قوي كده؟ هو ده عمي فتحي اللي مدينك ب 2000 جنيه؟ ثلاثة بالله العظيم كنت فتحت له، انت عارف ابوكي باجح ما بيهمني. لا امال مين ده مستفز قوي بقى؟ مش خلاص. في ايه؟ عبد الرحمن ابن سلوى. يا نهار اسود، شفتي؟ ده غلس غلاسه. انت السبب، احنا في الفرح قلت له لما تنزل القاهره بعدي عليا في البيت. اعمل ايه يا بنتي؟ عاوز نخلص الموضوع اللي كان عمال يحكي فيه، وقلت عزومه بركبيه ونخلص. يا اولاد انا عبد الرحمن ابن سلوى، ما تفتحوني يا عم عيد. ده مستفز ده قوي، بص برده بيرن ازاي. طب بقول لك ايه، انا عندي حل. إيه؟ انا وانت نروح نفتح له وناكله. مش هينفع، ده عيل رخم قوي وجلده تخين وهياخد غلب على النار. طب والتمرين يا جد؟ ايوه انا برده عندي كلاس باليه ولازم الحقه النهارده، هنرقص على بحيرة البجع. بقول لك يا تهاني، انت مش عندك في المطبخ كساره بندق؟ اه خليها ترقص حواليها. ما مفيش بندق. مش مهم، ترقص على الكساره عشان خاطري، 5 دقايق وكل شيء يتحل. شكلها مفيش حد جوه، انا هستناهم لحد ما يجوا.